كيف جاتكم؟ ما صدتش انا ما رضاش نلبسها، واخا التصوير ما رضاش نلبسها ابدا. كيف جاتكم هاد التبهديله؟ قولوا لي كيف جاتكم هذه الدرات حياتي اللي كانوا تيديروا الخروق للدراريين الصغارين شحال هذه في الستينات والسبعينات، وليتو ديروها على راسكم. كيف ولات كنا تنحربوا البيجامه ولينا تنحربوا البنوار؟ فين ماشيين بهاد التبهديل؟ دخلت عليكم والله. يقولوا لي واش ما عندكمش النفس؟ شنو هو الشعور ديالكم انتينا محزمه بالبنوار هكذا بخارجه بحال القنطر ديال الزرع، بحال ربطه ديال القناريه خارجه محزمه هكذا بهذه الحاله، وهاد السحنه وخارجه هكذاك الشارع. دخلت عليك بالله فين مشات الانوثه ديال المراه المغربيه؟ فين مشات النفس ديال المراه المغربيه؟ كانت البنت في الحومه او الدرب ما ترضاش تخرج بالبنطوفه او المشايه ديال الدار، تنقولوا لها المشايه ديال الدار كيف ما حبت تكون. عمرنا ما كنا تنخرجوا المراه المغربيه، عمرها والبنت المغربيه ما كانت تخرج بهذه التبهديله هكذايا. دخلت عليكم بالله فين مشى؟ فين هو؟ فين عينيكم؟ ما عندكمش المرايه؟ ما كانش يماكم اللي تهضر؟ ما كانش اخوكم اللي يهضر؟ كانت البنت ما تترضاش، والولاد في الدرب او في الحي ما يرضاوش يشوفوها خارجه هكذاك. عمرنا ما شفناها، وعمرنا ما شفناها، عمرنا ما شفناها في زماناتنا البنت تتخرج او المراه تتخرج بهذه التبهديله. فين مشات لاله الجلابه؟ دخلت عليكم بالله فين مشات النفس ديال البنات المغربيات؟ علاش نخلي انا انطباع عليا قبيح؟ اللي جا اي سائح شافك خرج لا شي واحد براني القط، انا نزلت بها القط دارها تخلع مسكين ودخل في الباب، اللي ما عرفش شنو هو هذا، هذا هي القط. اما البشر شنو يقول؟ كنت تنحارب البيجاما والبنطوفه، ولينا تنشوفوا هاد التبهديله هادي، والناس تصور راسها مفتخره وخارجه بديك تتجرجر خارجه بديك الحاله، وزدتوه شتلو الشمل هاد المنديل ديال حياتي كانوا تيديك خروق الدراري يا عباد الله. فين حبيتو تبهدوا؟ شوفوا تنتغلغل، هي قولوا لي بصراحه، قولوا لي بصراحه فين حبيتو توصلوا البنت المغربيه والمراه المغربيه بهاد التبهديله؟ واش ترضى على نفسك؟ انا ما نرضاش. واش ترضى على نفسك تخرج هكذاك؟ واش ترضى على نفسك تشوف في مواقع التواصل الاجتماعي مراه لابسه هكا او بنت هكذا وخارجه للزنقه، او دايره كاميرا قبالتها وهي دايره بحال عمتي الغوله وتتصور وجدبانه وحالتها ولا حاله؟ واش ترضاو تمشي السمعه ديالنا؟ المراه المغربيه اللي كانت تضرب بها المثل على ديك الجلابه، على ديك مولاي القميص، على ديك التلتيمه، على ديك الدريره اللي كانت تدير فوق الجليبه هكذا متوله متوله هكذا، كانوا الدريرات مربعين تيديروهم العيالات مستورين راسهم، تتخرج بالصويك وتتخرج بالصبيبط والجليبه متوله. فين مشات نفسكم؟ فين مشات الروح الوطنيه؟ راك ما تتشوهشي براسك انتينا، تتشوه بالمغرب، بالمغرب بالمغرب، لانك تتكني مغربيه. انا ما نرضاش على راسي، انت ما ترضاش على اختك تخرج هكذاك، انت ما ترضاش على بنتك تخرج هكذاك، انت ما ترضاش على مراتك تخرج هكذاك. فين مشات النفس؟ فين مشاو؟ فين مشاو؟ في ما عرفتش شنو نقول، ما عرفتش شنو هو اللي لبسوا جلبه عاديه. كانت ما كايناش البنت اللي ما عندهاش جليبه مطرقه بالطراسم، اللي ما عندوش تيكون ملاقيها بالتدريس. عمرنا ما تنخرجوا دايرين ديك التبهديله او بالبيجامه او قياس الخير علينا تنخرجوا بهذه الحاله. شوفوا المنظر، واش ترضاي؟ ترضاي على نفسك تخرجي هكذا؟ يا كانوا بنات الحي الشعبي تيبزقوا هنا وما يبزقوش في الارض بالنفس بالتواول، كانوا بنات الاحياء الشعبيه ما ترضاش ويا ويلها وتشوف ولد جيرانهم او ولد حومتهم يشوفها خارجه مبهدله، وكان ولد الحومه او ولد الدرب ما يرضاش يشوف بنت حومته او بنت الدرب ديالو تخرج بهكذا بهذه الحاله هذه. فين زايدين؟ عمري ما شفت شي دوله خارجه بهذه التبهديله. عمرنا ما شفنا فين حبيتوا توصلوا؟ حبيتوا ديروا شي لامود ديروها متوله، ندير قميص، ندير جليلبه، ندير جليلبه محلوله بصديفات، ندير جليلبه محلوله بالسلسله. خرجتوا لي على عقلي، خرجتوا لي على خرجتوا لي على علقي.
ما صبتي لو كان بالامكان ديالي ندق واحد لواحد العرام ديال الجلال بسهلين ونبقى نعطي عباد الله نصدق الا هذا المنظر هذا ما تخرجوش به. هذا المنظر هذا ما يصلح لكش ابدا. الا كنتي بنت امراه حره وفيك النفس ولا اللوم ولاتي ما تخرجش هكذا. شوف ما صبت ما نقول يعني عييتو ما نقول عييتو ما نهضر عييتو خليوها هو داك سيدي العيد جاي عاوتاني جاهدوا وجيبوا لي ديك الجفايف وديك الجراتل. فين مشاو القمايس؟ فين مشاو البدعيات؟ فين مشاو القندورات؟ فين مشى التاويل ديال المراه المغربيه؟ فين مشى السماق ديال البنت المغربيه؟ شنو باش نقول لكم؟ فوت اللي نتفقوا ونديروا حمله ضد هاد الحاله. نتفقوا حنا نتوما تتبدعوا لي كل وحده تتجيب خرقه في الشكل كل وحده تجيب لي بينوار في الشكل كل وحده تتجيب وتباها وتخرج وتصور راسها كانها دايره لي شي مزيه. ما دايره بنتي لا مزيه لا والو دايره هي التبهديله راسك وتتبقى لك في السي في ديالك طول الحياه بهاد التبهديله. مني تولد الاولاد ومني دير دارك ومنين تخرج على 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 بلادك ومنين تخرج على حومتك ومنين تخرج على مدينتك تبقى لا تبقى فيك هاد التبهديله. قلتها وعاودت وعاودت حنا متولات مغربيات حنا متبتات حنا ما تنرضاوش بالتبهديله والدل باش نخرجوا هكداك. عطى الله التوابات وعطى الله الدرر وعطى الله الخيايط وما نخرجش نفضل نبقى جالسه في داري ولا نخرج واخا ما عرف شنو يكون. اتمنى وتنتمنى رسالتي توصل ماشي نديرو الضد ماشي شفتو حيت العام اللي داز منين هضرت على المنديل ديال حياتي فراسكم خرجوا شي قنوات يعني فين واصلين تيديرو الضد ما تديروليش الضد. انا هي تنصح انا ما عندي انا ما تنبهدلش براسي وما تنبهدلش بالمراه المغربيه. نتوما لا تديرو الضد باش تزيدو تطلعوا الفوق بهاد الشرويط هذا تتخرجوا على المراهقات وتتخرجوا على السمعه ديال البنت والمراه المغربيه. وساعتكم مبروكه ونهاركم مبروك واللي عندها من تحبيتها تهلا فيها واللي ما عندهاش الله يرحمها ويرحم امه سيدنا محمد تنحبكم لله.